بتاريخ 8 سبتمبر 2018 تفطن أحد المواطنين المدعو محمد بأن ابنه هشام البالغ من العمر 25 سنة غائب عن المنزل منذ 3 أيام. قرر محمد التنقل لدى مصالح الدرك الوطني بمعسكر من أجل تقديم بلاغ بحث في فائدة العائلات لمساعدته في العثور على ابنه هشام. بغيت نبلغ على ولدي راهم غادي سبور. معليش تفضل مرحبا. مرحبا بك. لاباس؟ الحمد لله. تفضل. انا جيت نبلغ على ولدي صافي 3 أيام ما باش. هذه وثيقتي ثبتوا هي تاعك. تفضل. انا الاخ ولدي شحال ولدك شحال عنده ما باش؟ في 3 أيام ما باش. 3 أيام ما باش. معليش لا تفضل معايا ريح في قاعة الاستقبال دوك نعيطو. وين هذا؟ واه هنا. أنام. جانا شخص يبلغ على اختفاء ولده. اي واش عنده هذا؟ عنده 3 أيام ما بانش مساعد له. وين يسكن؟ يسكن في بلدة معسكر. صح قول لي تفضل عندي المكتب. احترامات لحضرة مساعد له. تفضل معايا. المواطن اللي قلت لك عليه راه هنا مسكن. ايه قول لي تفضل. تفضل معايا. تفضل اخي. السلام عليكم. سلام عليكم. ثقة صحيح. واش راك الاخ لاباس؟ لاباس الحمد لله. خير ما شابك شو عندك؟ والد هشام قال لرجال الدرك الوطني بأنه حاول البحث عن ابنه والاتصال به لكن هاتفه خارج مجال التغطية. برا مع أصحابه كاش ما؟ ما عنده والو ما عنده والو ما خصه والو في الدار ما نورمال عادي. وحوست عليه وسقسيت عليه عيطوا له في التليفون تاعه. سقسيت ولاد الحومه فما قالوا لي راه في 3 أيام ما شفناش ديجا نهار صافي 3 أيام عيطت لهم مع الصباح. قدم محمد لرجال الدرك الوطني مواصفات ابنه وصورته من اجل الشروع في عمليه البحث عنه. سي بور سا جيت عندكم انا. جبت لنا الاخ شهاده الميل تاعو الصوره تاعو. واه اكزيت. مباشرة بعدها باشرت مصالح الدرك الوطني بالإجراءات اللازمة. صح شوف الأخ غادي نسمعوا كلام محضر رسمي ونتخذوا الإجراءات اللازمة ونشروا الأبحاث إن شاء الله على ربي إن شاء الله نسيبوا الولد تاعك إن شاء الله يا ربي الله يحفظك حضارات. بعد مرور 7 أيام وبتاريخ 15 سبتمبر 2018 وبينما كان أحد المواطنين ويدعى مروان في غابة جبل الكحل في ولاية معسكر تفطن لانبعاث رائحة كريهة في أرجاء الغابة تقرب من المكان للتأكد من الأمر. الله أكبر الله أكبر. شاهد مروان جثة شاب وسط الأشجار قام بالاتصال بمصالح الدرك الوطني عبر الرقم الأخضر 1055.
درك الوطني معسكر تفضل. واه لقيت واحد قالت لينا في الجبل لك حل. ايوا جوجوته. واه لقيته ميت. غاب الجبل لك حل. واه ما تمس والو، دوك نعيطوا لاقرب دوريه تجي عندك. هاي صاي صاي، ما نتوشيش ما نتوش. شكرا على المكالمه، بارك الله فيك. صح صح. على اثرها تم تحويل المكالمه لفرقه الدرك الوطني بمعسكر. مساعد. نعم. مواطن عيطنا على تواجد جثة. نعم. في غابة الجبل لك حل. نعم. قلت له خلي كل حاجة كما راهي حتى تجي أقرب دورية. تفضل. شكرا. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني معسكر. معك اللقاط العملية. لقينا مكالمة هاتفية على رقم أخضر مفادها وجود جثة بغابة الجبل لك حل. غابة الجبل لك حل. منطقة سلاطنة إقليم ولاية معسكر. بلغ قائد الفرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. مفهوم. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 15 سبتمبر سنة 2018، حين كان أحد المواطنين يقوم بجمع النفايات البلاستيكية بغابة الجبل لكحل، أين عثر على جثة شخص، فقام مباشرة باتصال بالرقم الأخضر 1055 والتبليغ عن عثوره على جثة شخص تنبعث منه الرائحة، كان في حالة تعفن. وين فضل؟ احترامات المساعد الأول. ولك احترام. سألوا وطلقنا مكالمة مركز العملية مفادها وجود جثة. وين المكان؟ الجبل لك حل. أعطيني شو المعلومات. تفضل. حضر لي الأفراد السيارات والعتاد واتصل بالحماية المدنية باش يتنقلوا معنا لعين المكان. مفهوم مسألوا. قائد الفرقة وبعد إخطاره بمستجدات القضية قام بإبلاغ قائد الكتيبة بالمعلومات المتحصلة عليها. نالو احترامات حضرات. ولك الاحترام. شو حضرات تصلوا بنا قاعة العمليات؟ نعم. اكتشاف جثة بالمكان المسمى جبل لك حل قرية سلاطنة. جبل لك حل. شوف مساعد الأول، خبر سيد وكيل الجمهورية شكل دورية وتنقل على الفور. وين حضرات؟ حافظي على حال الأماكن. فهم. تبت مسرح الجريمة، دوك نجيك أنا وأفراد الشرطة التقنية. فهم حضرات. مباشرة بعد إخطارنا من طرف مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، تم هاتفيا إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر والتنقل فورا إلى مسرح الجريمة للقيام بالمعاينات والإجراءات اللازمة بالاستعانة بخلية الشرطة التقنية التابعة للمجموعة. على الفور تنقل رجال فرقة الدرك الوطني بمعسكر إلى مكان تواجد الجثة مصحوبين بأفراد من فصيلة الأمن والتدخل. لا لاباس. خير. الرقيب دي معك زوج يروحوا دون اي حطام غادي، وانت الرقيب دي معك زوج يروحوا مغادي. اي انت روح معي. انت اللي بلغت في الرقم الاخضر 1055. انا اللي عيطت. واه انا اللي عيطت. وين راه الجثه اللي عيطت؟ راه ميت اللي وين وين شو بلاصه؟ راه ميت. صح. ما تقلقش، ما تقلقش، روح ما تقلقش. الرقيب الاول هز له المعلومه تاعو وخليه يريح معنا نحتاجوه. صح. مفهوم سي الاول. الرقيب الاول تفضل معايا. لا. عند وصول عناصر الدرك الوطني لمسرح الجريمه باشروا باجراء المعاينات الاوليه، وتم وضع تشكيل امني ومباشره التحقيقات الميدانيه. صح. الجثه قديمه هذه. يحسب الريحه تبان عندها بزاف من نيتوف. صح. هذه تثبت لنا مسرح الجريمه ودينا شريط الاحاطه على ال. مفهوم سي الاول. فورها تمت إحاطة مسرح الجريمة لمنع الفضوليين من التقرب إلى المكان. انت كيفاش لقيت الجثة؟ انا هنا يلا قد الالومنيوم وكان خدم على روحي. أي. جيت فايت شميت الريحة غير هكا لقيت الجثة. أي. اي صح. بعد تثبيت مسرح الجريمة تم استدعاء خلية الشرطة التقنية والعلمية من أجل رفع البصمات والدلائل التي من شأنها أن تساعد المحققين في فك غموض القضية.
كرمة عضلات عضلات عندنا اكتشاف جثة من جنس ذكر حسب المعاينات الأولية تبان بلي متقدمة في التعفن. لقيتوا هذا في الجريمة؟ لا مازال. دكور. شوف مساعد بشرور المهام تاعكم حاولوا كيفاه تلقاو لنا أدلة في مسرح الجريمة باش اللي تساعدنا في التحقيق. مفهوم حضرت. تفضلوا. كرامتنا المساعد الاول. نعم المساعد الاول. شكون المساعد الاول؟ ما كانش فضولي المساعد الاول دخل مسرح الجريمه. لا لا ما كانش، ما كان حتى واحد اللي خرب في مسرح الجريمه. اشرت المسلك المساعد الاول مسلك تاع الدخول والخروج لمسرح الجريمه. المسلك تاعنا مأشريناه من هي تخمم. تفضل المساعد الاول نعت لنا المسلك. ها هو المسلك اللي انا مأشريناه وين دخلنا المسل شفنا معاينه الجثه. شكرا المساعد الاول. على باش المهام تاعكم. شكرا المساعد. حضرات الضحيه راه متعرض للاعتداء بواسطه اله حاده على مستوى الرقبه، مما يعطينا فرضيه باللي انها عمليه قتل. دونك بشر المهام تاعكم. مفهوم حضرة تاعك. مفهوم حضرة. لم تحدد هويه الضحيه بعد، لكن الامر الذي تاكد منه رجال الدرك الوطني ان القضيه تتعلق بجريمه قتل. تبين أن الأمر يتعلق بجثة شخص من جنس ذكر مجهول الهوية، كون الجثة كانت متعفنة مما يدل على أن الجريمة وقعت منذ عدة أيام. بمسرح الجريمة تم رفع بقع للدم وقرائن من الممكن أن تكون للفاعلين. تم أخذ العينات من بصمات الضحية من أجل تعريفها ببطاقية البصمات للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر ولتحديد الهوية الكاملة لها.
حضرات تم تفتيش مسرح الجريمة تفتيش دقيق، لم نحضر على أداة الجريمة بمسرح الجريمة. الجاني قام بأخذ وإخفاء أداة الجريمة، تم رفع بعض القرائن من مسرح الجريمة لإرسالها للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام من أجل إجراء الخبرة اللازمة لتحديد هوية الفاعل. مساعد سلم المحجوزات لقائد الفرقة. مفهوم حضرات، تفضل مساعد الأول. بارك الله فيك مساعد. حضرات شوف الحفرة تاعك ودخلوا للمسرح الجريمة، رفعوا الجثة هذيك باش نحولوها للمستشفى. سي بون سي بون. واحد زوج ثلاثة أربعة على إثرها تم إرسال الدلائل المرفوعة من مسرح الجريمة إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي غرب العاصمة من أجل إجراء الخبرة العلمية عليها. اليوم رانا أمام قضية اكتشاف جثة لشخص مجهول الهوية، خاصة وأن الجثة هذه راهي لقيناها متعفنة وراح تصعب علينا عملية تحديد هوية الشخص، ولهذا راح نعتمد بزاف على بلاغات الاختفاء ونشرات الأبحاث في فائدة العائلات. مباشرة بعدها عقد قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر اجتماعا مع المحققين لتقسيم المهام ووضع خطة عمل لتوقيف الفاعل أو الفاعلين. تم استدعاء والد الضحية لمقر الفرقة للاستماع لأقواله على محضر رسمي. الفوج الثاني هو فوج البحث عن المعلومات تحت قيادة قائد فرقة الأبحاث. الفوج الثالث هو فوج التعرف الجنائي تحت قيادة رئيس خلية الشرطة التقنية. الفوج الرابع هو فوج الإسناد اللوجستيكي راح يكون تحت تصرف ضابط الشرطة القضائية. الفوج الخامس هو فوج الاحتياط راح يكون تحت تصرف الضابط قائد فصيلة الأمن والتدخل رقم واحد بمعسكر. جميع مفهوم؟ مفهوم. تفضلوا باشروا المهام تاعكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو آخر عاد نوع الجثة مجهولة جبناها البارح وأنا جينا نشوفوها. التحريات والتحقيقات المعمقة لمصالح الدرك الوطني لا زالت متواصلة. تم اصطحاب المدعو محمد لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى للتعرف على الجثة. أكد والد هشام لقائد الفرقة بأن الجثة تعود لابنه. تريكو تاعه خاتم. صح 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 صفر واحد صح. تفضل معي الفرقة ولا خلاص. أدام الله أجركم الأخ.
وربي يصبركم ان شاء الله. ربي يعظم حضرات. شوف غادي نطرحوا عليك واحد الاسئله. كشف محمد لرجال الدرك بان لابنه صديق مقرب يدعى سمير، اشار الى انه يعرف كل صغيره وكبيره تتعلق به. خاطي حضرات، انا ولدي ملي نعقل عليه ما خاطي حد روحه، ما خاطي قاعد المشاكل. شكون صحابو اللي تعرفهم مليح؟ كاش واحد صاحبو انتيم ولا يتمشى معاه؟ وعنده صحابه في الصحه، عنده واحد صاحبه اللي ضاري يقعد معاه بزاف، سمو سمير. تعرفوا سمير هذا؟ هكا داري يجي الغالة يخرجوا يلعبوا بالون في رحبة، زعما توطوا معاه. وتعرفوا وين يسكن؟ يسكن فما في الحومة. صحة بارك الله فيك يا أخ. هشام تعرفوا؟ هشام وانا عارفه. تم استدعاء سمير لمقر الفرقة للاستماع إلى أقواله. كبرنا في رحبة، كبرنا في حومة وحدة، صافي طروازهم اللي نعرفه كيما هاك. العلاقة تاعو مع الناس، مع الجيران، مع أصحابه. إنسان ناس ملاح، هو عاقل كاع مع الناس، مع الغاشي، إنسان بيان. في الأونة الأخيرة كشماع. خلال سماع إدلاءات سمير، قال إن المدعو رفيق كانت لديه خلافات مع الضحية، وأشار إلى أنه قام بتهديده بالقتل. بس هذه التالية راهي في واحد الكانجر ولا كان معاه واحد، كانت عند ما بيناتهم مناوشة، ومن بعد قال له باللي غادي نحكمك، قال له غادي نضربك، قال له كيما هكا. بس زعما ما عندي حتى معلومة من. تعرفوا هذا السيد اللي عنده مشكل معاه؟ اوه نعرفه. وش اسمه السيد؟ اسمه رفيق. أثناء التحقيق مع رفيق أنكر تورطه في مقتل هشام. شو العلاقة تاعك مع هشام؟ هذا كان صاحبي من بكري. ما كانش مشكل بيناتكم؟ ما كان حتى إشكال، ما كان والو. راك متأكد ما كان حتى مشكل بيناتكم؟ ما كان حتى مشكل، برك صرات معنا وقت عفسة خفيفة، هكذا مشكل خفيف، عارف حنا اللي جان ما أفر تاع كلمة، ما عندوش الكلمة، هذا ما كان. شنو نوع الخلاف هذا اللي بيناتكم؟ اسكو دابستوا مع بعضاكم ولا بالهضره بركم؟ لا لا. قام المشتبه فيه بتهديد هشام في لحظه غضب، ولم تكن له اي نيه في الحاق الاذى به. الدبزه اللي صارت بيناتنا ماشي حتى نوصل حتى للقتل، ما كان حتى حاجه، كعارف اللي جان كيتناشعوا ما تتنرفا تقول شي كلام يقول شي حاجه بصح حتى توصل للقتل، لا ما كاش منها. نهار 15 في الشهر هذا وين كنت؟ كنت خدام في الشركة كيما هذا. اليومات هذو ماكش مسافر ما عندك؟ تم إخلاء سبيل المدعو رفيق لغياب أدلة ضده. كي نسحقوك رانا نعيطوك إن شاء الله باش تحضر عندنا. إن شاء الله ما في مشكلة. مواصلة للتحقيق، سخرنا كل الإمكانيات المادية التقنية والبشرية مع الاستغلال الأمثل لمسرح الجريمة بالاعتماد على التقنيات الحديثة للبحث والتحري. أين ركزنا في التحقيق على فوج التعرف الجنائي. واصل رجال فرقة الدرك الوطني عملية البحث والتحري من أجل تحديد هوية مرتكب الجريمة، حيث استعملت أحدث الوسائل التكنولوجية في التحقيق من طرف أفراد الفرقة. تفضل. سادو وصلتنا لنتائج الكشف الهاتفي. بعد وصول نتائج الكشوفات الهاتفية لفرقة الدرك الوطني، والتي تفيد بأن هاتف الضحية يتواجد عند شاب يدعى علاء، قام قائد الفرقة بإبلاغ قائد الكتيبة بمستجدات التحقيق. جهز لي الأفراد والمركبات. الو، كلمات حضرات. ولك الاحترام. شوف حضرات، نتائج الكشوفات الهاتفيه تاع قضيه القتل هذيك راه وصلتنا. وراها نتائج ايجابيه. شوف، خبر سيد وكيل الجمهوريه. مفهوم حضرات. وجد طالب اذن بالتفتيش. مفهوم. وتنقلوا للمسكن تاع المشتبه منه هذا، فتشوا له المسكن تاعو. مفهوم حضرات. وفيوني بأي جديد في الحين. مفهوم حضرات. ربي يعينك. ركزنا في التحقيق على فوج التعرف الجنائي بالاستغلال الأمثل للآثار والأدلة العلمية المرفوعة من مسرح الجريمة، مع التنسيق الدائم مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي. كما ركزنا على تحليل المعطيات الهاتفية والتي من خلالها ضيقنا دائرة البحث، حيث أصبح لدينا أشخاص مشكوك فيهم يستعملوا هاتف الضحية. حين استكمال جميع الأجراءات القانونية اللازمة،
تنقل رجال الفرقة إلى منزل المدعو علاء من أجل توقيفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسكن مدعو علاء. واه. شو عندنا إدمي التفتيش؟ صادر عن وكيل جمهورية بنفتش المسكن تاعك. ما كان والو غير خير. لا لا ما كان والو غير خير إن شاء الله. أمرا تفضلوا. تعال تفضل معايا. بعد تفتيش منزل المشتبه فيه عثر أفراد الدرك على هاتف الضحية هشام. تم توقيف علاء للتحقيق مع واتي. منين جبت هذا؟ شريته. من ما شريته؟ شتا عن مورد فتحتها. صح. شوف الهاتف هذا غادي نحجزوه في إطار التحقيق. ألا بتحجزوه؟ ماني خاين ماني ما عليش ما عليش غادي نحجزوه وتروح معنا لابريكات باه نفهموك وش كاين. والله ما خونتها شيخ. المشتبه فيه أنكر تورطه في جريمة القتل، وكشف بأن الهاتف النقال قد اشتراه من بائع في سوق دلالة يدعى مراد. والله ما خونتها. هذا التليفون اللي لقيناه في الدار تاعك؟ واه تاعي. مين شريتو هذا التليفون؟ شريته من تحتها. شريته من تحتها؟ واه. من عند من شريته من تحتها؟ من عند مراد. شكون مراد هذا؟ يبيع تليفونات تما في طابلة. رغم غموض القضية إلا أن رجال الدرك مستمرون في تحرياتهم للوصول إلى الفاعل الحقيقي. بعد الاستغلال الأمثل للتقنيات المتطورة توصل أفراد الفرقة إلى أن هاتف الضحية قد وضعت فيه شريحة باسم المدعوة نوال. تم استدعاء المدعوة نوال لمقر الفرقة للتحقيق معها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يخليكم بحثي لي كونفوكاسيون. نعم ولي لي كونفوكاسيون تاعك. دقيقة برك. الهوية تاعك. شو مشكل. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليكم بحثي لي كونفوكاسيون. تفضلي معايا قاعدة الانتظار. اليوم عيطنا لك استدعيناك المقر الفرقة بخصوص تحقيق مفتوح على مستوانا. نسقسيك بعض الأسئلة. أولا قبل ما نبدأ في الأسئلة أعطيني الهوية تاعك. الاسم واللقب. نوال. تاريخ الميلاد. 1 جانفي. ابنة وابن بوك وإماك. محمد. إماك. آمال. شاد خدمي. باكيثة في البيت. ساكن العائلة وين تسكني؟ معسكر ولاية معسكر. السمانة اللي فات نهار 15 سبتمبر وين كنتي؟ خلال سماع أقوال المشتبه فيها
أنكرت معرفتها بالمدعو هشام. هشام تعرفيه؟ لا لا ما نعرفوش. تعرفيه تواحد اسمه هشام؟ لا لا ما نعرفته واحد بهذا الاسم. رقم الهاتف هذا 07936. كشفت نوال بأنها منحت شريحة الهاتف النقال التي سجلت باسمها لشقيقها الأخضر. سجل باسمي بصح خويا هو اللي يستعمله بزاف ماشي أنا. وانت كي تحبي تعيطي ما عندكش خلاص رقم هاتف ما عندكش تليفون؟ لا لا ما عنديش، نمشي لعنده ونقول له خصني نعيط يعطيني هو نعيط من عنده. من يعطيك؟ شكون يعطيك؟ نعيط لصحاباتي. بالتليفون تاعك تعيطي؟ بالتليفون تاع خوك؟ بالتليفون تاع خويا الأخضر. انت ما عندك حتى علاقة بها بشخص اسمه هشام؟ ما تربطك حتى علاقة بواحد اسمه هشام ولا؟ لا لا ما نعرف حتى واحد بهذا الاسم هشام، كون جيت نعرفه نقول لك بلي نعرف. بصح شوف معليش نسقسيك. تفضلي. علاش كامل هاد واش كاين؟ إجراءات عادية، عندنا تحقيق مفتوح، عندنا في واحد قضية. احنا نشكرك على التعاون تاعك معنا، وشي هو كي نحتاجك راه نعاودو نعيطو لك. ماشي مشكل. تارك تستعمل الأرقام هذو 07936. خلال أطوار التحقيق مع الأخطر فند المشتبه فيه جميع التصريحات التي جاءت على لسان شقيقته نوال. جامي استعملتهم بصحت أختي هذو نعرف. وانت راك متأكد باللي جامي استعملت هذو الأرقام؟ ما اتصلت بالهاتف تاعها؟ ما اتصلت بكاش واحد صاحبك بالنوامر تاعها؟ أقر المشتبه فيه للمحقق بأن شقيقته لها علاقة مباشرة بجريمة قتل المدعو هشام، وكشف أن نوال كانت تربطها علاقة عاطفية مع الضحية وشاب آخر يدعى عدة، أين قام بإزهاق روح هشام بسببها. صارت شغل كانوا سهرانين في واحد السهرة، صارت مناوشات بين عدة وهشام، عدة قتل هشام وبعد كينا ولا يبروفوكي فيها وقالها غادي نحصل فيك. دورتها لي انا يا راه تتهم فيه وانا خاطيني قاعد الاسم. شكون هذا هشام؟ هشام هذاك اللي قاوه في الغابه ميت قالوا ما على باليش انا. دروك غادي نطلقوك تروح تروح، دير في بالك باللي بنو هكا كي نحتاجك في التحقيق انا نعاود نستدعيوك. اوكي فاتك بروبليم. رانا نستدعيناك للمره الثانيه. راك مشتبه فيه في مقتل المسمى هشام. التطورات الأخيرة في التحقيق استدعت مثول نوال على طاولة التحقيق مرة ثانية، تم سماع أقوالها على محضر رسمي. في الاستدعاء الأول عيطناك وخبرناك قلنا لك باللي العلاقة اللي تعرفي باسمه هشام انكرتي. نوال متشبثة بأقوالها السابقة ولا تعرف المدعو هشام. ما تربطني به حتى علاقة، قلت لك صح ما كذبتش عليك، شكون هذا هشام وش من قتل هذه؟ مي خوك راه يقول باللي عنده علاقه بواحد هشام وراهي موالفه تهضر معاه في التليفون وموالفه ساعه تخرج معاه. قلت لك ما نعرفوش كيفاش، والتليفون ديجا هو داي ومشي انا دايت، وشكون هذا هشام؟ هذا خوك اللي راه يقول باللي موالفه تهضر معاه وتخرج معاه. والله ما نعرفو، اقسم بالله ما نعرفو. ها مع باليش واش كاين بينك وبين خوك، هو راه يقول باللي موالفه تخرج مع واحد اسمه هشام وعندها علاقه به وتهضر معاه في التليفون. درك فهمت كيفاش سمح بي حصل فيا انا. المشتبه فيها كشفت بان شقيقها منذ فتره قليله من الزمن وهو في حاله نفسيه سيئه، حيث طلب منها الاخضر التكتم عن مكان تواجده ان سال عنه شخص ما. قال لي ما تحكيش معايا وما تسقسينيش، وكي يجوا يسقسوا عليا قولي لهم رانيش هنايا. هذا خوك اللي قال لك؟ ايه قال لي كيما هكا. انت واش تقولي واش التصريحات اللي ما نعرفوش كيفاش هذا ايش هشام وما عباليش وقتلو تماني راحه فيها حبي حصل فيا. هو حصل فيك راه يقول باللي انت اللي قتلتي. والله ما انا، والله ما انا. في تلك الأثناء كانت مصالح الدرك الوطني في طريقها لتوقيف البائع في سوق دلالة المدعو مراد. هو مراد؟ وانا هو، على شكين؟ أعطيني بطاقة الوطنية. معليش تفضل معنا الفرقة. صحيح بالك طابلو. الشيف جمال. بعد توقيف المشتبه فيه، اصطحب لمقر الفرقة للاستماع لأقواله. مراد، أنت واش تخدم؟ أنا نخدم نجيب تليفونات ونعاود فيهم في البيت.
بيع في التليفونات. اوه ما في كيفيه. هذه خدمة تاعك تايا؟ اوه. ما عندكش هكذا يومين بحت تليفون هكذا سامبل صغير؟ اوه ماذا يومين بحت زوج تليفونات وبحت تليفون صغير. راك شايف على التليفون كيفاش داير؟ اوه نقل عليك ونشوفه. تفضل التليفون. اوه هذا التليفون بحته. وهذا التليفون مين جاك تايا؟ شيته على واحد سيد. قام مراد بشراء الهاتف النقال من المدعو الأخضر منذ حوالي 15 يوما ولم يتورط إطلاقا في جريمة القتل. عليكم. عادي هذا تعرفوا شتايا؟ ما نعرفش كيسمه. زعما لو كان تشوفوا إذا بغيتوا تعرفوا. كي نشوفه نعرفه. صح عطيني شويه ديال المواصفات تاعو كيفاش داير كيفاش كذا انسان هذاك جاي يزرق و... كشف مراد المحقق عن مواصفات المدعو الاخضر وملامحه. هناك تاكد الدركيون بان الشخص المبحوث عنه هو شقيق المدعوة نوال. كون زعما تشوفوا اذا تعرفوا ولا واه كنشوف انا عارفه. تعرفوا في وجهه هكذا؟ عارفه. المعلومات المتواتره مكنت رجال الدرك الوطني من تحديد مكان تواجد الشخص المبحوث عنه. فبعد وضع خطه محكمه تنقلت المصالح ذاتها على جناح السرعه لتوقيف الاخضر. فوج اقتحام مدخل رئيسي، فوج إحاطة طوق مكان. حين وصولهم لمكان تواجده قاموا بغلق جميع المنافذ. تفطن الأخضر لتواجد أفراد الدرك بالمنزل المهجور فحاول الاختباء فيه. حاول المشتبه فيه مقاومة رجال الدرك الوطني لكن من دون جدوى. وهناك تم توقيف الأخضر وتم اقتياده لمقر الفرقة للتحقيق معه. آه!
علاش قتلت هشام؟ شكون هشام؟ هشام صاحبك اللي قتلته. خطيني الشاب والله ما انا حسني فيه. الانكار سمة المجرمين من شاكلة الاخطر، وهو ما كان متوقعا خلال بداية التحقيق. راه تعرف عليك وحتى الاخت تاعك راه تقول باللي شافت عندك الهاتف. علامات الارتباك بادية على وجه المشتبه فيه، حيث كان يحاول في كل مرة التهرب من أسئلة المحقق. معاه انت هو آخر شخص جرى المكالمة بالهاتف على الضحية. لينهار الأخضر ويعترف بجريمته. شاب تبغي الصح؟ كل شي راه باين، احكي لي الواقعة تاع القضية كيف صارت. أنا هو صح سلف لي دراهم و وزيرني مص من ردهم له. كيما العادة. بعديك طيح لي على الوالدين، غلطني عمري. هاي 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 هاتلي هاتلي اني عطشان. هاي هشام. صحيح انا كنضيع معايا صاحبي. انا لا نضيع معك. امي ولد امي ضيع بين ورجالك عمشي كيما بصح سلفتك وانا فنيني محتاج نورمال مو ترد لي. بصح ما طيح ليش تيليفون خو معني انت خدمتها لي، سلفتك دراهم عاود ردهم لي. صحيح ما راسك بالخو يا ما راسي ولا بصح الشيباني عزيز عليا وانت جبتها لي ومش كيما هكا كاع راك فاهمني. راني عاطيك دراهم وردهم ليك، راني من ميتة نجري من موراك. ايوا تما كي باينت لك دروك شغل انت. ايوا تما انا عرفتك الريح ونديرو قعده. ايوا وانت راك توشي لي. احشم اشرب اشرب اشرب. علاش جبت شنو؟ جبت لي الشيباني. تما هادي قباحه ولا شايه؟ نواه كيما بغيت. تما هذه قباحه راك عارف بلي نوصلوها حاجه واخد اخرى. ايوا اشرب كمنيتك. سمعت من حقي وما بغيتش ندير عليه. واحد النهار طحت انا وياه للغابه وقعدنا نشربوا في شرابي رحبه خدمت لي مع الخمر وقت عارف. تما انا شرابي مليح وانا ماشي مليح ما تزيد تشرب. ديجا نوصي سكرت نوشرب اقدر بصفعه. ايوا من بعد واقم ريح لك سكر الاخضر. راني نقول لك ريح الاخضر اليوم كاتلك شاتلك عودي اليوم ريح كاتلك راك سكران عودي شات ريح مانيش باغي نضربك مانيش باغي شغل من داب استاذ غلب عليا مع اللي كنت شارب بزاف. قلت لك ريح راك سكران نكت لك دراهمي نديهم ولا ما نديهم واليوم نكت لك ما كون مراك سكران نشبعك صافعة ضروري غشيت وكا اي والله غير قتلتك والله وما جات بيناتنا صحبة نكت لك راك تسمع نكت لك نكت لك غلب عليا ضربني عاود شغل زدت حقدت عليه وقوى الشيطان بيناتنا. ماذا على جزء جوره وانا ما اكشفني من هذه الدنيا وصينها اني اروح نكت له نكت له شام اسمح لي اخو لا انت اسمح لي انت اسمح لي ترى ممكن ردهم لك خلي علي ان شاء الله ان شاء الله شوفه ما عجبتنيش على بالك ما كان والو لا ممكن قررت باش نكت له ونتهنى منه. هاك تسوق صح يجيب صوالح خويا آه.
ولك على حصلت فيها باللي هي اللي قتلت هشام؟ بغيت ننتقم منها، كان عندها علاقات غرامية مع الغاشي، كانت محشمتنا مع الجوارين، والوالدين تاعي ما كانت حنينة معاها، ومشكح كيفاش عبسة اللي نمحيها من هذا العالم. قلت أنا حصل فيها مباصيها وصيد. هكذا تمكن رجال كتيبة الدرك الوطني بمعسكر من فك غموض جريمة غامضة. خلال مجريات التحقيق كان المحققين دائما يتوصلوا إلى طريق مسدود في التحقيق، ولكن بعد التحريات توصلوا إلى اكتشاف أشياء جديدة نتج عنها عدة توقيفات لأشخاص مشكوك فيهم، إلى غاية التوصل إلى الفاعل الحقيقي الذي بعد توقيفه حاول مغالطة المحققين وتغيير مسار التحقيق. إلا أن حنكة وخبرة المحققين ومواجهة المشتبه به بالقرائن والدليل العلمي أدى به إلى الانهيار والاعتراف بالجرم الذي قام به. تمكنوا كذلك من توقيف الجاني، أين تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بعدما وجهت له جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.